جمعية التعليم والتنمية في بوروندي، دعوة تعليم تنمية. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 23 من شهر سبعة 2022، 25 من شهر ذي الحجة 1443. هذه قافلة فاعلين خير من الشارقة، هؤلاء الذين أعلنوا إسلامهم في هذا اليوم، وهناك أيضا مجموعة أسلمت بالأمس ومجموعة أسلمت قبل أمس. هي رسالة أحب أن أوجهها إلى الإخوة في الشارقة وفي الإمارات عامة وفي دول الخليج. أكثروا من هذه المشاريع الخيرية، المشاريع الدعوية التي تبلغ رسالة التوحيد وتدعو إلى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتنقل الناس من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد. أيضا هي رسالة ونداء إلى من يشاهد هذا المقطع، أكثروا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتبليغ رسالة الإسلام. هي رسالة كذلك إلى أهل الخير، أهل القلوب الرحيمة، إلى إطعام مثل هؤلاء الأطفال وهؤلاء النساء الذين يأكلون بقايا طعام تبقى على هذه الأرض في القافلة. أيضا رسالة إلى الإكثار من السلال الغذائية التي ترسم البسمة على أهل القرى وأهل الأدغال. رسالة كذلك إلى بناء البيوت، إلى هؤلاء الناس الذين يسكنون في هذه البيوت من القش والتي لا يمتلكون غيرها، فهي لا تقي من حر ولا تقي من برد. فإلى إخواننا في الشارقة وإلى كل من يشاهد هذا المقطع نقول: بارك الله فيكم وأخلف الله عليكم وجعلكم مفاتيح خير مغالقة شر، جعلكم الله ذخرا من الإسلام والمسلمين، حرسكم الله من بين أيديكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم، وبارك لكم فيما رزقكم ورزقكم كل ما تتمنون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله.